إن هذا الاتفاق اليوم يمثل إجماعاً وطنياً لكل قوى المقاومة، وتجسيداً لصورة الجسد والموقف والرؤية الواحدة في ميدان المعركة وفي ميدان السياسة والمفاوضات، ويمثل تعبيراً صادقاً عن تطلعات شعبنا وحقوقه المشروعة. إن توجيه قيادة الحركة لوفدها المفاوض التوجه من الدوحة إلى القاهرة، حيث يكون قد وصل في هذه اللحظات الآن، تؤكد جدية موقفها في التعاون الإيجابي مع الوسطاء وفي إتمام وإنجاز اتفاق وقف العدوان، وأن الحركة معنية بالمضي بكل إيجابية في كل مراحل الاتفاق المتوافق عليها. إن موافقة الحركة على مقترح الوسطاء مقابل السلوك الإجرامي لحكومة نتنياهو ومحاولاته المراوغة والتهرب من الوصول لاتفاق، يضع الإدارة الأمريكية التي سبق أن اتهمت الحركة دون دليل أنها العقبة أمام إبرام هذا الاتفاق، يضع هذه الإدارة أمام استحقاق واضح بضرورة التخلي عن انحيازها لمجرم الحرب الصهاينة، والتخلي عن شراكتها في جريمة الإبادة الجماعية، والانتقال إلى مربع الضغط عليهم لإلزامهم بوقف العدوان وبوقف حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل، ووقف الجريمة التي خطط لها في مدينة رفح ويسعى لتنفيذها الآن.